أنا منى عادل، مطلقة غيابي من سنة، ومعايا بنتي 5 سنين وابني 3 سنين. أنا ابني دخل في حضانة دلوقتي، وبنتي اللي كان لازم أدخلها مدرسة. فالزوج عانت جدا، وطبعا بعد الطلاق عانت أكتر في نقطة الولاية التعليمية. فروحت عملت أنا ولاية تعليمية بنفسي وخدت الحكم بالفعل عشان أقدر أقدم لها في مدرسة. انا لو ما خدتش الموضوع الولايه التعليميه وما قدرتش اعمله بنفسي، ما كانش هو هيتحرك ولا هيدخلها مدرسه. قدمت لبنتي في مدرسه مناسبه للحاله الاجتماعيه لباباها، لان باباها مدير حسابات في شركه كبيره. بعد ما خدت خلاص الفواتير، طلعت على المحكمه عشان اقدم الفواتير اللي بتثبت ان انا دفعت المبلغ ده وعايزه استرده عشان اكمل. ما فيش اي استجابه. هو دلوقتي في رقم 16 وفارض سيطرته عليا بشكل كبير. فازاي عايزينه يبقى في رقم واحد ولا رقم ولا حتى اقل؟ يعني انا المفروض انا وبعدي اخواتي وامي، هم دول اكتر ناس دلوقتي هيخافوا على مصلحه ولادي. حلمي في الحياه هم 3 حاجات: شقه ليا ولولادي، ومدرسه ولادي وتعليمهم، ورحلة عمرة في المستقبل إن شاء الله. ومش فعلا ما فيش أي حد أي حاجة يعني أي حد مساعدني على نقطة إن أنا أكمل. وباباهم عديم الضمير، ما عرفتش أختار.